عسى السكندري الإنسان والإخوة اللي معاه في الجنان اللي يعني أعدوا للقاء هذا من أجل الإنجاح ديالو من أجل الاستفادة العامة. والشكر موصول كذلك للسي الحاج بارا اللي هو كيمثل المهنيين في الغرفة وكذلك دائما كيمدد المهنيين كل ما استطاع إليه سبيلا بخصوص الاختصاص ديالو داخل الغرفة. إخوان لا أخفيكم كنظن الإخوان كلشي غير مستغلين يا كبير الإخوان هذا غير مستغلين لا أخفيكم الإخوان خذوها مني يعني صريح العبارة أكبر خطر يهدد قطاع سير الحجرة والمستغلين من سنة خروج المدنية إلى الوجود إلى يومنا هذا هو الدوريات اللي كتزرع لنا محل الشتماء بدون إشراك المهنيين وبدون استشارة معهم في آلية ديال التنزيل. الهاجس أو يعني الهاجس أكبر اللي كان عند المستغلين على ربوع المملكة هو الأحكام الجائرة التي تصدر هنا وهناك ضد المستغلين بإرجاع المأدونيات وبالسجن وبالغرامة التعديدية وكذلك السحب ديال المأدونية وإرجاعها من خلال توظيف بعض اللجان ديال فرض النزاعات لا سمح الله اللي هي جات اللجان ديال فرض النزاعات من أجل تنزيل الدوريات الوزارية والعملية عن الواقع وبالتالي إنصاف المستغلين. لكن وجدنا في بعض العملات وأقسام النقل ماشي كلشي بين قوسين عند أولئك مرعي النفوس اللي كيستعملوا المال الفاسد من أجل إشباع بطونهم وتشريد المهنيين والمستغلين يعني ويخلوا المهنيين يغربوا خارج السير. كذلك الإخوان اللي تسبب في الوضعية المزرية ديالنا وتفكك القوة ديالنا حاليا على الصعيد المغربي على الصعيد الوطن هو تعدد النقابات والجمعيات واتباع المصالح الخاصة لبعض الناقمين سامحهم الله بعيدا عن المصلحة العامة ديال المستغلين. كذلك إخواني الأعزاء لا أخفيكم بأنه إحنا اليوم في المكاشفة والمصارحة فيما بيننا لأن ما بقاش عندنا شي وقت اللي خسروه ونضيعوه وخلى صاحب الحرة الشهيرة لقد دقت الساعة أن نكون أو لا نكون. فمن هنا نستعد صدور الدورية وخاصة 56 يبتدئ العد التنازلي للمستغلين على ربوع المملكة ولماذا ممكن يكون اتجاه وعقلوا على الكلمة اللي نتكلم في هذا اللقاء هذا توجه ديال الدولة في الخفاء توجه ممكن يكون لتسليم هذا القطاع للخواص بعيد عن المستغلين الحقيقيين. وبالتالي يجب أن نستيقظ غياب المستغل عن الساحة وترك الأمر للنقابين والصائفين فقط لمصارعة غول الفساد هذا خطأ كبير. يجب على المستغلين على ربوع المملكة الأخذ بزمام الأمور والخروج للساحة والتواجد في كل اللقاءات وساحة الوغى من أجل الدفاع عن المطالب ديالهم والحقوق ديالهم لأن الجهة الأكثر يعني ضياعنا الحقوق ديالها هي الطرف ديال المستغلين. صاحب المأدونية حصل على المأدونية في إطار هبة ملكية سواء كان معوزا أو قدم للبلد خدمات جليلة كجيش
المقاومين أو حصل عليها رفع القضية رفع لعب البلاد خفاقا في إحدى المحافل الرياضية أو ما إلى ذلك. لكن المستغل نجده حصل على عقد استغلال نظير دفع أموال باهظة تختلف من مدينة إلى أخرى تقدر بملايين السنتيمات، وبالتالي والوار ليس لها أي وثيقة تثبت ذلك. نجد بأن أكبر حيف يقع على المستغلين في هذه الحركة ما بين صاحب المدونية وما بين المستغل وما بين الصاحب. أنا هنا مسؤول، أنا حاضرا لأوضح كجهة تدافع عن المستغلين وأدافع عن المستغلين وصاحب المستغلين إنما حللت وارتحلت. والصادق المزاول الذي ليس مستغلا كذلك يجب أن يكون مؤسسة له جهة تدافع عنه دفاعا مستميتا، لأنه دائما كذلك أنه ليس كذلك أنه له حقوق وواجبات سواء عند الدولة أو عند الطرف الذي يشتغل وما إلى ذلك. أنا هنا كما قلت لأوضح مخاوف والتطلعات ديال المستغلين عبر المملكة من خلال تحديد